بس قل لي نهاية هذا الحزن اللي أنت بيه شنو؟ ها؟ يا عبا ترى اللي صار صار وأنت ما قصرت، كل اللي يطلع بإيدك سويته. يعني إذا تبقى هالشكل حزنان وتاكل بقلبك وحابس نفسك راح تسوي شيء آخر؟ لا. لهذا أقول لك يا أبو وليد، وأريدك تطلع من حالة الحزن هاي اللي أنت بيها. أطلع؟ الحالة اللي أنا بيها قبر، قبر أظلم. أنت شايف ميت يطلع من قبره؟ وليد يا معود لا تحكي هذا الحكي، عمرك طويل إن شاء الله. من يوم فاجعت روح واني ميت، ميت بس بصيغة عدل، امشي واشتم الهواء قسمة واحشي، بس دني كلهن ما لهن معنى. لا اله الا الله. وليد انت رجل مؤمن، يعني هذا اللي صار ترى بعد مقدر ومكتوب. ابو روان مو بيدي الموضوع، يوجع يوجع مو شلون ما كان. سلمة كبيرة بالروح، سلمة كبيرة ما تردم ولا راح تردم. يا ابو وليد احنا منك كنا نتعلم الصبر، ياما وياما وقعنا بمصايب وبلاوي، انت الوحيد اللي كنت توقف لنا وتخلينا نتجاوزها ونشد حيلنا ونوقف على رجلينا. تتذكر من كنت تقول لي لا ياخذك الروج شد حيلك ليف؟ هسه أنا أعيدها عليك وأقول لك يونس شد حيلك ولا ياخذك الروج، ترى كلها من تجي عليك، عائلتك بيتك وحتى إحنا ربعك. شو أقول لك، حتى السوق من غيرك لا ينطاب ولا يراد، وحتى إيدينا ما قاعد تاخذ شغل. لهذا يا أبو وليد أرجوك أرجع أفتح المحل وأوقف بيه من جديد. مو وقتها ليش؟ مو وقتها. لا أشو وقتها، وقتها ونص يا معود، لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها. أبو وليد هسا إذا مو الخاطر أحد فالخاطر روحي، وانت تعرف روح شقد ذكية وشقد متحلقة بيك. يلا ترى القضية ماشية، وهذا أبو زينة يلزم يلزم إذا مو اليوم باكر وياخذ جزاء. هسا المهم عندنا انه روح طلعت سلامات وانكتب لها عمر جديد. فلهذا يا اخي ارجع للمحل وافتح باب رزقك، ما يصير يبقى مسدود. الله كريم الله كريم، يصير خير. روح على ألف واحد وبس، كل ليلة قصة.